متابعي ومتابعات قناة شوف تي في، أسعد الله صباحكم مرة أخرى هنا من إقليم بن قرير. كنقول لكم صباحكم مبروك ونهاية أسبوع موفقة بإذن الله. قبل ما نبداو انطلاقة، نحن حاليا متواجدين في جامعة أي الطالب قيادة بوشان إقليم بن قرير. متابعينا أكدوا لنا أن الصوت مسموع. قبل ما نقول لكم هذه القضيه المثيره والغريبه في حد ذاتها، مجموعه ديال الاقاويل اللي غتسمعوها على لسان هذه الاسره اللي كتهم مسؤول جماعي، كتهم رئيس الجماعه بانه ريب لهم دارهم بدون سند قانوني، كتهموا بانه طردهم، كتهموا بانه حرق لهم ارضهم، بانه شفط لهم بهيمهم، كتهموا ايضا بانه عنفهم، انه ضربهم. اذا مجموعه ديال الاتهامات اللي وجهتها هذه الاسره لهذا رئيس الجماعه، هادو على حساب الاقاويل مره اخرى كنقول الادعاءات ديالو. غنسمعوا معنا تفاصيل، ولكن اكدوا لنا ان الصوت مسموع. اذا مرحبا بكم متابعينا. عبد الرحيم مرحبا بك اخويا. عبد القادر كنشكرك بزاف على هذه الرساله الجميله اللي خدمتها اخويا، كنشكرك. اذا السلام عليكم الشريف. وعليكم السلام. شنو الاسم ديالك؟ شريف العربي. السي العربي، انت فين ساكن بالضبط؟ هنا في جامعه الطالب. في دوار عربات جامعه الطالب. شنو شنو المشكل ديالك؟ المشكل ديالي نعم سي، من نهار بدا الحجر صحي وحنا هاد رئيس الجامعه تحرض عينهم وين الدوار بالحجر وحريق العافيه، وسرقوا لنا خمسه البهايم وردموا لنا البير ديالنا وقطع لنا الضو وقطع لنا الماء، كل شيء بالوثيق ديالو، كل شيء، وجميع البيبان دقينا عليهم وباقي ما بانش لينا. دابا شنو دار لكم بالضبط هذا السيد هذا اللي اتهم به؟ دابا جبنا القوه العموميه، خرجنا من الدار ديالنا صحه، وداو لنا الحوايج ديالنا، وداو لنا 15 راس، وداو لنا كرفه، ما حضرناش لهم، بقات دارحه وحاشاك وشي دواب، تا هما دارحين. ودابا ارضنا دابا جاب لها الناس يقلعوا فيها البصاب وسارحين في الزيتون، كلشي المسائل ديالنا كلشي المسائل ديالنا تدير، كلشي المسائل ديالنا داك الغرس وداكشي، كلشي تيريتلو فيه. لا ولكن اصبر، دابا هما كيفاش جاب لكم القوة العمومية؟ واش عنده شي قرار من المحكمة؟ كاين شي حكم داعي مع شي حد؟ داعي مع شي حد، وداك الحد نعم داعي معاه، عنده توقيف تنفيذ ما يخرجش، وقدموا داكشي وخرجوا، انه هو اللي عرف اش دار، وانا خرجهم صحة نعم. كيفاش تخرجوا؟ قال لهم ضروري تخرجوا، دعمهم لا ما نعاود لي. اذا دابا انتم مداعيين مع رئيس الجماعه ولا مداعيين مع شي واحد اخر؟ لا مع شي واحد اخر، وهو بيحوز مع هذا، قال لك البلاد فوق ظهورنا حنا، كيفاش جاري من الدار؟ قال لك ويحيي الدليل. بغى يشري من عنده؟ بغى يشري من عنده. هو حكمت ليه المحكمه؟ هذا اللي انتم مداعيين معاه حكمت ليه المحكمه؟ حكمت لينا حنا، جابوا غير كذبوا، دين اللي ليها ليها، هادشي راه ما فيش. جابوا بالماده. اييه هادشي تاع معاكم. هادشي ولكن ربحكم. واش ربحكم هو؟ هو ما ربحناش، حنا اللي رابحين. هذاك ما عنده حتى شي وثيقه، واللي تقدر عليه الاخر باش عاونوا، ودخلوا هو وخرجونا حنا. ما نقدروش ندخلوا في هاد النقاط، ما عندكش عليها دليل، ما تقدرش تقول. المهم واخا كيفاش قلتي لي ضربوكم وكيتلقاو لكم كيخلوكم تهبطوا للسوق؟ ضربونا تنفنجوا للسوق. تيتعرض لنا 7-8، انا بالسيرتيفيكا ديالي فيها 12 يوم، خويا في السيرتيفيكا 22 يوم، واحد الدري كان خدام معنا واحد المكازا 22 يوم السيرتيفيكا ديالو، كلشي الوثائق ديالو، وديناه حتى لمراكش، درنا ليه السكانير، بن قرير ما قبلوش الشينويين، وكلشي بادنو هو، ومشى لباه طلبوه هو، وعطاه 60,000 ريال وما بغا يسامحوش. هادشي اللي تنقول لك رانا، هادشي راه ما من الحبس، هادشي ما نكذبش عليك العمل. امتى وقع هادشي؟ هادشي دابا واحد 3 شهور اللي وقع هاد القضيه. 3 شهور دابا باش وقع هادشي؟ اي باش وقع، هو البدايه من الحجر الصحي. هو علينا من شهر 3. هو علينا الحريق. الحريق وقطعوا لنا الضوء وقطعوا لنا الماء. وسرقونا، ودابا في هاد المجال اللي جاو هاد الاثنين فاش جاونا، هاد الاثنين فاش الاثنين اللي جاو خرجوا، الاثنين اللي جاو خرجوا فيها خواتاتي وبناتي انا. داو لهم الحوايج وسرقوهم وريبوا الدار. المهم وتكرفسوا عليهم وقال لهم الا تباتوا هنا نحرقوكم، الا تباتوا هنا نحرقوكم.
وامر الله وامركم. والله ينصر سيدنا، حنا كنطالبوا بالحقوق ديالنا. الله ينصر صاحب الجلاله. هاد السيدة الزوجة ديالك. اللهم امين، اللهم امين. هاد السيدة الزوجة ديالك. لا هذه اختي نعم. هذه اختك، عاودي لنا لالا شنو المشكل ديالكم. الله يرحم الوالدين. دابا سيدي. دابا سيدي هاد السيد هاد رئيس الجماعة شنو السبب ديالنا بيننا مع بينه؟ اشنو بيننا مع بين هاد السيد هاد رئيس الجماعة؟ دابا أول مرة دخل اختي دخلت معاه في التنمية البشرية. هو اللي جا واختار قال بالوالد هاد السيدة راه كاينه قريبة في الدوار. إيه دخلات. المهم ملي دخلات جا عاود ما تلاش بغاها تدخل. جا جاب ليها الزور قال لها شوفي راه تيدير لباس العامل وباس سميتو جلالة الملك وباس المدرسة تسد. هذاك البيت اللي في الجامع خاصو يتسد. كتب بيدو راه حنا غنديرو التحليلة هذيك اللي كتبها هو شكون كاتبها؟ جد صوتها راه هي دايرة عليه سرتافيكة دابا راه عندها سرتافيكة عليه راه عندها سرتافيكة راه أنا هذا مركو راه عباد الله عاش الملك هاد السيد. ومن خرجت لهم الوثيق بحالك مونطوها الجدارمية مونطوها الجدارمية مونطوها دابا هما ما حضرش البوشان ومن بوشان دار البنكري قال لهم كاينة كورونا وداوها للوداية واش هذا منكر راه المنكر تيتغير راه ما راه المنكر تيتغير واش هي قاتلة هاد السيدة واش هاد السيدة قاتلة هادشي اشنو دايرة واش انا غنكذب عليكم ما نكذبش عليكم دابا ملي قلت لك دخلها لديك الماء هذا دابا انا كذبت عليكم هادشي فين الحبس نالوس دخلت كتقري خمس سنين ما خلصهاش ملي ما خلصهاش دخلت معاها للشرع دخلت مع المحكمة خمس سنين وخمس شهور قلت لي خمس سنين وهي كتقري وما خلصهاش الان ما خلصهاش ملي دخلت معاها للشرع راه هو مصوتها ضاربها داير الزور كاتبو على الجامع وحيدات وراه عندها خط يدو صوتها بقات معاه في المحاكم ناض هو بقى تابع العائله ديالها خوتها باها فين ما لقاهم كيضربهم كيتكرفس عليهم اليوم هذا ملي سميتو ملي هاد الناس داروا هاد الشيء زوروا داك الشيء جاونا قال لك راه عندكم التنفيذيه عندكم الاداره ما قالوش لينا كيف راه كلشي دا مفروش مفروش بيفي ملي كنا محامي وراه ساري فيه الرئيس الاول ديال مراكش راه ساني فيه الرئيس الاول ديال مراكش قال هادشي ما تخبرش ما بعلمش الوالي قال هادشي خارج البنكري ما بعلمناش هادشي هادشي تيكون في بنكرير الوالي والرئيس المحكمه الكبير ديال مراكش ساني في تعرض دابا الناس اللي خرجت للتنفيذ هما ساني البيت ديالهم وخرجوا جاو لعندنا ملي جاو لعندنا اش داروا؟ انا غنخرج انا بوحدي كما قال لي المحامي الرجال ما كاينينش مشاو لمراكش دفعوا الوثائق ديالهم حتى واحد ما كاين هاد الحاضرين هاد الولد خدام روح حضر هاد الدري خويا حنا حقرونا من قلة الصرف سمعوا القبيله حنا حقرونا من قلة الكتاف ما عندناش الرجال كثار الصرف ولكن حنا ضحينا عيالات وحرات في القبيله ضحينا مع هاد الناس صاحب الجلالة الله ينصرو ويستغلونا الله ينصرو الله ينصرو عاش الملك ديالو دخلوا اسيدي شوف حين تخرجت اختي قالت لي ما يمكنش واش احنا عندنا تعرض وحنا راه دايره المحامي يمكن كاع نتوما جايين للبلاد سيروا للبلاد راه البلاد داير قال لي لا حنا جايين نكشطوكم حنا جايين نخرجوا لكم حوايجكم نخرجوا حوايجكم قالت لي راه ما يمكن قال لي عندكم حكم قالت لي واش الحكم كيفاش عندكم حنا اذا كاين حكم غتسنط كاين غتسنط قالت لي الحكم راه عندهم هما بينهم مع بنكرير وينهم هما مع بنكرير هذو الوكيل والنيابه العامه والمصلي كتعرف انت من فد علينا المصلي اش بيننا وبينه كيكري لينا يقول لي كيرهن لينا يقول لي انا زياده مع الرئيس زياده وخلوق الرئيس سمحنا راه زياده وخلوق وبا عنده 75 سنه زياده وخلوق تم محمد بن الحجوب زياده وخلوق محمد بن الحجوب تم نهار عبد القادر هذه الحضره استاذ ما تكلمش عليه والله هو القبيلة اللي كيقول لك ما احنا خايفين من الحبس وعايشين فيه راه حشومه هادشي خايفين من الحبس وعايشين فيه كنشوف في الدوار عرفات مع جماعة الطالب مع عبد الرحيم بحوال وتسلط لي وراني فايض جماعة ما دارت لنا والو جماعة ما دارت لنا والو عرفات دوار عرفات والرئيس تاع الجماعة الجماعة كلشي حبابنا حنا كلشي القبيلة معانا وكتعرف في الدوار ديال العبيدات وعرف العبيدات جاو يدونا وضربوهم بالحجر راه كلشي مشهود ديالو حنا الحجر الصحي دزنا في الضرب ودزنا في الجرح ما كنخرجوش ودزنا في العافيه راه عشرات العافيات ورا القبيله كل هي ورحامنا كامله
كتشوف، كلية شاهدة وكلية كتشوف، راه حنا دافعين في المحكمة، راه ضربوا خويا صوتوه، راه كلشي مصور وكلشي تدفع، وراه ضربوا واحد السيد غير خدام عندنا وتعرضوا ليه، كانوا بيقتلوه يلوحوه في البير، ملي اعتق راسه تلف قال لي واحد راه الموسى راه ندبحو، تركا المسكين هكا رفضوه ربعة، ضربوا العين وراه مضروب العينو، أي راه هرب من العين، هرب جابوا لينا روح لاحوها في البير، حنا كنقولوا ليهم كنطلبوا لنا جدارم يخرجوا للبير واش فيه روح اش فيه حاشاكم بشي حاجة، راه الآن الرئيس مغطي علينا ما باش يقلب البير، أنا كنطلب منكم خرجوا للبير ديالنا هو الأول دليل. كيفاش أشنو فيه هذا البير؟ ما عرفتش اش فيه، فيه ما عرفناش، راه ما تقدرش تدوز منو، قاطع علينا الماء، قاطع علينا الضو، وسيدنا الله ينصرو، سيدنا الله ينصرو، عطانا عطانا السقاية الفردية وحيدوها لينا، قطع علينا التيوات وحيد لينا الكوت، راه ما يمكنش راه منكو راه عباد الله، عاش الملك، عاش محمد الساس، عاش الأسرة العلوية، تعيش كاع كلشي ولاد الوطن اللي كيخدموا كيخدموا الوطن، الوطن الله يحفظهم، يحيى الوطن، عاش الوطن اللي كيخدم الوطن، راه حنا أحرار ولا هضرنا أحرار ورسنا عريانين في القبيلة، راه الناس تعدوا علينا، راه منكو راه عباد الله هذا، واش ختي غادي تقبضوا مع خالتي خرجت غير الوطيق ويقبضوا عباد راه منكو راه عباد الله، وراه عباد الله منكو وبنات خويا مشردين دابا راه خلينا الدريدي هذا كل شيء في الدار وشفتوه. وانا وجاب لي لابيلانس هذيك قبضوها وخرج ليا هذيك قبضوها وخرج ليا لابيلانس حصلت جات عند مسكينه غزايره راه دروك ما جاوش كل ما جاو معنا هذوك هذوك الناس ما جاوش لابيلانس قال لهم شوفوا هزوا هذه تاهي حامله هزوا في راه ما يمكنش كون جينا وحرقنا قتلونا ما نكذبش انا دابا ما كتخرجوا من الدوار تيكونوا معاكم الناس الجلاله باش تضربوا ما نخرجوا لما كانوا معنا ما كانوا معنا احنا السواق التليفونات إلا بنشرجوا دوار العبيدة الله يسهل عليهم راه هما اللي نقضونا راه هاد الناس وضربوهم بالحجر الناس اللي جاو ينقضونا ضربوهم بالحجر هما دوار عربة راه الدوار كامل حرضوا علينا هاد الرئيس راه ما فهمتش دابا هو أشنو بغى عندنا المطلوب منه إلا عنده شي وثيقة يدنا بها إلا مسكنا يدنا إلا عنده كيجي يتجاور معانا غا في البلاد ديالنا مجاور رئيس الجماعة يهضر ويدنا ليا ويجيب ليا وثيقة يجيب ليا واحد الشهادة إدارية غير ديال 8 أيام يقول لي هادي عطاتها ليا الجماعة كيقول لي قسما بالله راه تبع السير كي قال لهم انا غنعطي لهذاك السيد 40 مليون وبندير فيها عماره راه ما يمكنش راه منكر عباد الله راه الملك كيقول لي طالع بهذا مليون ونص راه داو لينا ذهبنا راه ما نكذبش عليك راه فير ما هي ماشي داو لينا ذهبنا داو لينا فلوسنا راه دوار عربات داو لينا كشطونا من فراش من غطا من مخات من مواطر خلوش محمرين والو راه حنا مشردين حوايجنا مليوحين بغيناكم تشوفونا حنا فين ساكنين حنا بغيناكم تشوفونا يا المسلمين بغيناكم عاش الملك جلالة الملك انا الجلابه راه ما كنحيدهاش ما عنديش ما خلاو لياش عرفه والبعد اللي محمد صلى الله عليه وسلم الا كان محمد صلى الله عليه وسلم نروحوا ليه حوايجو ومن اللي كاع لاحونا وقال لنا شوفوا قسما بالله وفاتت تقعدوا حتى العشاء كلشي ذو اللجنة ديال ولاد عرفة كلشي المحرضين ديالو دابا رئيس الجماعة وهو رئيس العصابة ديال الدوار ديال حنا هو اللي صيفط لينا طابين علينا قسما بالله وتقعدوا حتى العشاء يلا تحرقوا بحوايج خرجونا راه ما يمكنش شعلوا الدار وداروا الزردة وداروا اللعب فيها وعلاش حنا ما نحبش وقالوا اه عرفات هبطوا البلاد فلان الرئيس هبطوا لدار فلان اللي ما عرفات اراكم الفراجة هبطوا لدار محمد بن محجوب وانا واقفه وشعل الضو وحنا من الحجر صحي تليفوناتنا طافيين وحنا دايرين كلشي دابا نرجع معاك الموضوع ديال اختك اللي معتقله دابا اختك فاش جات السلطه العموميه باش دير التنفيذ ديال الافراغ إيه؟ خرج